تشهد بلادنا قريبا انتخابات رئاسية مفصلية في تاريخ البلاد، وذلك لما لرئيس الجمهورية من دور قوي في نظامنا شبه الرئاسي. وإننا في المرصد الموريتاني لمراقبة انتخابات الحكام الرشيدة، نتابع مسار هذه الانتخابات منذ إعلان مرسوم الاستدعاء ومراجعة اللائحة الانتخابية وحتى اللحظة. نود أن نسجل ما يلي: 1. سجلنا ما تحدث عنه بعض المرشحين من منع تدخل الجهات الإدارية في التزكية ومنعها عن البعض ومنحها لآخرين دون معايير متفق عليها، ونطالب بتحقيق شفاف ونشر محتواه للرأي العام.